هنأ معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب معالي السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة انتخاب معالي السيد محمد أحمد اليماحي رئيسا للبرلمان العربي مؤكدا أن انتخاب السيد اليماحي في هذا المنصب يعكس الثقة البرلمانية الواسعة والمكانة الرفيعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة